وفي سياق هذا العرض مشاهدينا وهذا الخبر ينضم إلينا الأستاذ محمد أمين الكاتب الصحفي للتعليق. صباح الفل على حضرتك أستاذ محمد. صباح الخير عليك رامي وصباح الخير على كل مشاهدينا. يعني برؤيتك الصحفية رصدت إزاي وقيمت إزاي هذا الرقم؟ بنتكلم في يعني 1740 كيلومتر تأهيل وتبطين ترع، وبنتكلم في 21 مليون نسمة. يعني تقييمك إيه لهذه الأرقام؟ يعني خلينا أقول لك أنه يمكن الخبر ده بيدلل على قد إيه الدولة المصرية حريصة على أن هي تستكمل مشروعها المهم جدا في تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أساسي. المشروع اللي المبادرة اللي طرحتها حياة كريمة الخاصة بتطوير القرى وتنمية القرى هي دي تحقيق حقيقي للمطالب اللي طالب بيها الشعب المصري تحقيق العدالة الاجتماعية. خلينا أقول لك أنه يمكن الرقم في المرحلة الثانية ده يخلينا يعني نشوف قد إيه إحنا حققنا في المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى دي كانت من المراحل المهمة. إحنا المرحلة الثانية بتستهدف القرى اللي نسبة الفقر فيها من 70% ل50%. كنا في المرحلة الأولى بناخد لحد القرى أو حددت القرى اللي هي كان نسبة الفقر فيها واصلة لأكثر من 70%. بنتكلم في مرحلة كانت من أهم المراحل، والمرحلة القادمة بتستكمل المسيرة علشان نوصل لرقم يمكن إحنا البعض نكون يعني نسي الرقم الأساسي اللي بتستهدفه حياة كريمة، إن إحنا نوصل لتطوير مستوى معيشة 50 مليون مواطن اللي هم موجودين في الريف المصري. زي ما حضرتك يمكن ذكرت والتقرير ذكر ان احنا بنتكلم في المرحلة الثانية 30 مليار اللي رصدتهم الحكومة بشكل مبدئي على فكرة. نعم. يعني الرقم ده بشكل مبدئي. الرقم ده يورينا قد ايه انه يمكن التوجيه الاساسي اللي وجه بيه الرئيس في بداية اطلاق المشروع المبادرة الخاصة بتطوير القرى حياة كريمة إنه هو نخرج من القرية يبقى القرية كل الخدمات اللي موجودة فيها تم اكتمالها بشكل أساسي، ما نرجع لهاش تاني وتفعيلها. خلى الرقم اللي حضرتك يمكن ذكرته بالفعل. وقلت إن إحنا عندنا حوالي 620 مشروع بنتكلم فيه تطوير وتبطين الترع اللي موجودة في القرى دي ل 1740 كيلومتر من الترع هيتم تبطينها. بنتكلم في تطوير العمليات التعليمية، فمن هيتم تطوير 3000 فصل ما بين الإنشاء والصيانة والتطوير 3000 فصل مدرسي. بنتكلم في القطاع الصحي في تطوير حوالي 66 مستشفى. ده بالإضافة لنقطة بقى مهمة جدا، وهو إن إحنا كمان لما بيتم تطوير القرى دي بيتم توفير فرص عمل فيها من خلال المشروعات، وده يمكن رصدناه في الفترة اللي فاتت في المرحلة الأولى لما وصلنا بعدد المشروعات في المرحلة الأولى للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لحوالي 80500 مشروع الدولة مولتهم ب 2.1 مليار جنيه. ده برضو يا رامي بتوضح لنا نقطة مهمة جدا، ان انت مش بتقدم مساعدة للقرية اللي انت بتستهدفها فقط، انها بتقدم فرصة عمل حقيقية عشان ترفع مستوى معيشة بشكل حقيقي. حياة كريمة في كل مناحي الحياة بالتأكيد، حق أصيل لكل مواطن مصري. والأهم كمان في هذه الأرقام إن إحنا بنتكلم عن 21 مليون مواطن مستفيد من هذه التحركات بالتأكيد. يمكن ده بيخلينا نوصل للرقم اللي إحنا بنتكلم المشروع بشكل كامل في مراحله الثلاثة هيوصل ليه 50 مليون. إحنا النهاردة بنتكلم في المرحلة الثانية هنوصل ليه حوالي 25 مليون بإذن 21 الله. في المرحلة الثانية عندنا 4 مليون استفادوا في المرحلة الأولى في 11 محافظة، وبنكمل الرقم عندنا بنتكلم في يعني عدد قرى 1600 في المرحلة الأولى كان 377 قرية زادوا لحوالي 500 قرية على مستوى بالتأكيد. احنا لو قعدنا نتكلم في الأرقام يعني هنبقى محتاج أسبوع كامل من هذا الصباح عشان نقدر نرصد الإنجازات وال يعني الإعمار والتنمية اللي موجود على أرض الواقع وكلنا لامسينه. وأنا بشكرك وبصبح تاني على حضرتك أستاذ محمد أمين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، شكرا لوجود حضرتك.